أخنوش قد يختار التحالف مع حزبين فقط لقيادة حكومة جد منسجمة. بعد تعيين الملك محمد السادس أخنوش رئيسا للحكومة، قد باشر بالفعل مشاوراته الداخلية لتحديد الأحزاب التي سيتم التحالف معها بغية تشكيل أغلبية حكومية تحظى بمباركة مجلس النواب. آخر المعطيات التي توصلنا بها تفيد أن هناك توجه داخل الحمامة يروم تشكيل حكومة بمكونات سياسية محدودة حتى يتم تجنب الخلافات وعدم الانسجام الذي طبع عمل حكومتي العثماني وسابقتها بن كيران. وفي هذا الصدد بات من المرجح جدا أن يختار أخنوش التحالف مع الحزبين العريقين الاستقلال والاتحاد الاشتراكية فقط، حيث سيضمن ذلك توفير الأغلبية البرلمانية اللازمة بتجميع 201 مقعدا من أصل 395. هذا المعطى تزكيه التصريحات النارية الصادرة خلال الحملة الانتخابية عن أحزاب الباما البي جي دي السنبلة الحصان، والتي هاجمت بشكل مباشر حزب التجمع الوطني للأحرار وشككت في نزاهة حملته، مما يعني أن إقصاء الحمامة لهذه المكونات السياسية من حساباته سيكون منطقيا وسيمنحه مصداقية أكبر أمام المواطنين، خاصة وأنه سيبدو من العبث أن تتحالف مع من كان يسبك بالأمس.